وللحديث أكثر حول تدشين ملك البحرين وسمو ولي العهد خط أنابيب النفط الجديد بين أرامكو وبابكو البحرينية، ينضم معي هاتفيا الدكتور فيصل مرزا، المستشار في شؤون الطاقة وتسويق النفط. أهلا بك دكتور. بداية حدثنا حول تدشين سمو ولي العهد لخط الأنابيب بين أرامكو وبابكو البحرينية بما يجسد الرؤى السديدة بين المملكتين الشقيقتين. حياكم الله ونبارك للمملكتين الشقيقتين هذا التدشين. خط أنابيب السعودية، المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. طبعا بدأ هذا المشروع من عام 1945. التدشين الخط أنابيب الجديد اليوم سوف يحل محل خط أنابيب القديم الذي عمره الآن تقريبا 73 سنة. المشروع كبير جدا، بدأ من 3 سنوات ويمتد كما تفضلت تقريبا 115 كيلومتر، منها تقريبا 42 كيلومتر تحت البحر و73 كيلومتر فوق اليابسة، ويمتد من معامل بقيق، معامل فصل الغاز عن النفط، إلى مصفات سترة، في مصفات مدينة سترة في البحرين. طبعا هذا المشروع طاقته الاستيعابية خطوط الأنابيب تصل إلى 350 ألف برميل يوميا، وهو أكبر من طاقة الأنابيب القديمة التي كانت طاقتها 220 ألف برميل يوميا. وطبعا تدشين هذا المشروع مهم جدا للمملكتين الشقيقتين الذين يشتركون في حقل أبو سعفة، وهذا الخط ينقل نفط من خام المتوسط العربي المتوسط اللي هو يسمى خام أبو سعفة، من حقل أبو سعفة المشترك بين المملكة العربية السعودية وبين البحرين. تدشين المشروع في هذا الوقت جدا جدا مهم، لأنه جاء مواتيا مع التوسعة التي حصلت في مصفات التكرير، مصفات بابكو في مدينة سترة، والتي زادت طاقتها الاستيعابية واحتاجت أن تزيد أيضا الطاقة الاستيعابية لخطوط الأنابيب لكي تستطيع أن تزود هذه المصفاة. نعم، لكن من 220 ألف برميل إلى 350 ألف برميل خام يوميا، يعني إلى متى أو إلى أي مدى سيلبي الطلب المتزايد، خصوصا أن ذلك الرقم سيؤثر بدوره على المخزون الإنتاجي؟ طبعا يعني حقل أبو سعفة المشترك بين المملكة العربية السعودية والبحرين نعمل عليه من 73 سنة، وليس بشيء جديد. لا يوجد أي تأثير للمخزون. هناك بنية تحتية قوية جدا وخطوط أنابيب. إذا نظرت إلى الخريطة أخي الكريم تنظر أن حقل أبو سعفة يقع في قلب بحر الخليج العربي بين الحدود السعودية والبحرينية، وتمتد خطوط أنابيب من هذا الحقل تحت البحر إلى معامل أبقيق حيث يتم فصل الغاز عن النفط، وبعد ذلك يذهب النفط بعد عملية البروسس إلى من معامل أبقيق بخط الأنابيب هذا الجديد إلى مصفات سترة 115 ألف برميل. مخازن النفط في المملكة العربية السعودية هي الأكبر على مستوى الأكبر تصديرا في العالم. المملكة العربية السعودية لديها بنية تحتية ولوجستية في تخزين النفط، وهي أكبر مصدر النفط في العالم، ولا يوجد أي قلق على المخزونات النفطية في المملكة. نعم، وسيؤدي أيضا، سيكون لذلك انعكاسات جيدة على الإنتاج واحتياجات أيضا مملكة البحرين الشقيقة من النفط. الدكتور فيصل مرزا، المستشار في شؤون الطاقة وتسويق النفط، شكرا جزيلا لك.